أهلي الجزيرة الآن. محمد، ماذا لديك؟ واهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي هنا داخل مقر الخيمة الانتخابية، وما زالت اعمال التصويت واجراءات انعقاد الجمعية العمومية لاختيار مجلس ادارة جديد يقود سفينة القلعة الحمراء خلال الاربع سنوات القادمة. لكن في هذه اللحظات معي تاريخ وارشيف انتخابات النادي الاهلي، الكابتن شطة نجم النادي الاهلي والمدير الادارة الفنية بالاتحاد الافريقي. كابتن شطة برحب بيك، من 73 بتحضر انتخابات النادي الاهلي، ارشيف انتخابات الاهلي معاك، يعني اولا شعورك ايه في هذه اللحظات وانت دائم الحضور وعندك كمان مواد تسجيليه وافلام مصوره عن انتخابات الاهلي؟ والله انا طبعا اكد لك هنا ان دي الانتخابات دي تعتبر الاقوى والاكثر تنافسا، لانه الحقيقه الفترات السابقه كان الحقيقه وجود صالح سليم مع تلامذته حسن حمدي والخطيب والمجموعه دي كان في نوع من يعني التوافق، لكن الان اصبح هناك طبعا رئيس النادي الاهلي محمود طاهر الذي انجز لهذا النادي حقيقه انجازات قويه جدا، في وجود برضه صرح كبير من تاريخ النادي الاهلي محمود الخطيب، حقيقه منافسه قويه جدا ومنافسه شريفه الحقيقه. كلمني بقى عن المشهد العام النهارده والزحام والتوافد، وبتحضر من 73، يعني عايزك تقارن لي كده بين المراحل ديت والحضور النهارده. والله انا طبعا هذه الانتخابات تعتبر الاكثر شراسه والاكثر تجمعا، انا طبعا موجود من الصبح الى هذه اللحظه، ومتوقع انه العدد يفوق ال 30,000، وده طبعا يعتبر اكبر انجاز في يوم واحد في جمعيه عموميه ممكن تحدث في تاريخ النادي الاهلي. لكن الحقيقه لقيت الاعضاء كلها متحمسه، الاعضاء كلها حاسه بالموقف، عندها رؤيه شامله، لا يوجد هناك تعاطف الا من خلال بعض المواقف، لكن هناك طبعا رجل بانجازات كبيره زي محمود طاهر ورجل زي محمود الخطيب له انجازاته وله تاريخه. التنافس الحقيقه في هذه المره يعتبر من الاكثر يعني فائده للنادي الاهلي وفائده لنا كلنا، لاننا ساوثق هذه الانتخابات واضيفها ان شاء الله للنادي الاهلي لتاريخه، لا للمكتبه، للنادي الاهلي، لقناه النادي الاهلي مستقبلا ان شاء الله. هذه الماده العلميه او الماده الانتخابيه او الماده الرياضيه لن امتلكها، هي ملك النادي الاهلي، لن تخرج الا عن طريق النادي الاهلي فقط. ان شاء الله باذن الله من خلال هذا التوثيق نستطيع ان نؤرخ النادي الاهلي منذ سنوات طويله الحقيقه. دايما عندك الفكر المختلف من 73 بتوثق الانتخابات، الفكره دي جات لك ازاي واشتغلت عليها كل دوره انتخابيه كنت حريص، ولا في دوره ما حضرتهاش لظروف عملك او ظروف وجودك في الاتحاد الافريقي؟ لم تحدث، كل الانتخابات حضرتها ايام الفريق مرتجي لما دخل وكسب، وبعد كده الفريق مرتجي لما بعد ضد صالح وكسب صالح، وبعد كده صالح سليم لوحده لما كسبها، وبعد كده صالح سليم وحسن مصطفى، وبعد كده لا هي كمال بيه حافظ والفريق وكابتن عبد صالح، وبعد كده صالح سليم مره اخرى، وبعد كده حسن حمدي، وبعد كده الان محمود طاهر والخطيب. يعني حقيقه تاريخ كبير نستطيع من خلاله اننا يعني نضع ارشيف كويس للنادي الاهلي. عضو الجمعيه العموميه اللي لسه في البيت ما نزلش وعارف ان الميعاد النهارده لغايه الساعه 7، ايه الرساله اللي تحب توصلها له؟ لان بالتاكيد كل ما ينزل ويشارك وكل ما يحضر عدد اكتر كل ما يكون في تعظيم اكتر للجمعيات العموميه وتختار من يمثلها. انا طبعا عشان انا بحضر جمعيات عموميه كثيره، هذه الجمعيه العموميه الاكثر صعوبه لدخول الناس، هي الممر يعني ضيق جدا، كان يجب ان يكون هناك ممر واثنين وثلاثه، الصاله هي برضه لا تسع، لانه انا شايف حتى الناس اللي داخله اللي جا موجوده، ولكن هناك ناس كثيرين جدا موجودين بعد الانتخاب، لازم يعني فورا اللي بينتخب يخرج، لانه الان في الاف مؤلفه. انا كنت واقف من مركز شباب نادي الجزيره عشان ادخل النادي الاهلي، طابور طويل الحقيقه والناس ملتزمه بيه، يعني ما فيش حد بيتعدى الطابور من مركز شباب نادي الجزيره وما قبله. انا اتمنى انه يعني يكون التنظيم كان يكون بشكل افضل، يجب ان هذه الجمعيه العموميه تكون في مكان اوسع، ان شاء الله نفتح الملعب يبوظ 3 شهور او 5 شهور او شهرين، الملعب الكبير ده يستطيع ان يستوعب الجمعيه العموميه للنادي الاهلي مستقبلا. يعني في ارضيات موجوده دلوقتي انا بشوفها في افتتاحات كاس العالم، هذه الارضيات موجوده، ممكن من خلال هذه الارضيات انك تشيل الارضيات والملعب يبقى زي ما هو. افتتاح كاس العالم اتعمل في اكثر من مكان، وهذا الحقيقه الارضيات موجوده تستطيع ان تستوعب اعداد كبيره. فانا ان شاء الله مستقبلا يا رب يكون في هناك تسهيل للاعضاء، والله اعضاء كبار السن في ناس داخلت وقعت قدامنا شلناها قعدناها، لانه هيئه موجوده تكدس على المداخل الحقيقه. شكرا كابتن شطه وبالتوفيق. اشكرك جدا، الله يخليك زميلي.